ومن مدينة كلارك في ولاية نيفادا الأمريكية ينضم إلينا عبر سكايب محمد لدويرج مراسل المملكة هناك. محمد، مع اقتراب إغلاق الصناديق في بعض الولايات الأمريكية اليوم في انتخابات النصفية، كيف تسير الأوضاع وما هو سبب الإقبال الكبير اليوم؟ نعم عبد الله، منذ الساعة 8 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية بدأ الأمريكيون بالذهاب والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النصفية للعام 2018. الإقبال كان أكثر مما هو عليه، ومن المتوقع أن يصل لأرقام قياسية لم تحصل خلال 50 سنة الفائتة، ومقارنة خصوصا مع الانتخابات النصفية الماضية في العام 2014 كان هناك إقبال سيكون أكبر مما كان عليه في تلك الانتخابات التي وصل فيها الإقبال إلى 37%. الأسباب عديدة التي دفعت المصوت الأمريكي للإقبال أكثر على هذه الانتخابات النصفية، وخصوصا بعد العديد من القرارات التي اتخذتها إدارة ترامب الرئيس الأمريكي الحالي بما يخص العديد من القضايا. هناك استقطاب واضح وشديد بحسب ما تراه مراكز الدراسات، وخصوصا تقارير مركز بيو للأبحاث تحدث عن وجود استقطاب ما بين أفراد الحزبين من المواطنين الأمريكيين لم يحصل منذ عقود. هناك أيضا العديد من القضايا التي تهم الشأن العام هنا في أمريكا، وبالأخص قضايا الرعاية الصحية والمهاجرين. نعم. وإضافة سنعود لهذه القضايا محمد، ولكن يعني روبرت مولر لم يفرغ بعد من التحقيقات بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية. وسط هذه التعبئة في الانتخابات اليوم، ما هي انعكاسات ذلك من الجانب الأمني ومن الجانب آراء الناخبين على حد سواء؟ بما يخص آراء الناخبين والوضع الأمني للانتخابات، لم يكن هناك أي تأثير يذكر. لربما الإقبال الشديد الذي نشهده خلال هذه الانتخابات لهو دليل عن عدم وجود تخوفات كبيرة ما بين الناخبين الأمريكيين. الحكومة الأمريكية والجهات الفيدرالية المعنية بالأمن والحماية اتخذت إجراءات غير مسبوقة خلال هذه الانتخابات. هناك غرف عمليات مشتركة ما بين كافة الأجهزة الأمنية على المستوى الفيدرالي والقومي وغيرها من الوكالات، وهي على اتصال مباشر مع جميع الولايات وجميع الجهات المسؤولة عن عمليات الاقتراع وفرز الأصوات في الولايات المختلفة. إضافة إلى ذلك، ففي كل ولاية وكل مقاطعة هناك لجان انتخابية من أعضائها، أو أضيف حديثا إلى أعضائها، أشخاص ممن لديهم الخبرة في. شكرا لك محمد لدويرج، كنت معنا من كلارك في نيفادا.